بالوقت المناسب كنا أنا وزملائي قاعدين نحكي عن اهتمام المملكة العربية السعودية بالفن والمسارح. طبعا منحب نعيد عليكم ونقول لكم كل عام وانتم بخير، وإن شاء الله الله يديم عليكم الأمن والأمان والسعادة والفرح يا رب. شو رأيك بهذا الموضوع؟ أول شيء كل سنة وبلادنا بخير، سواء السعودية والإمارات، وإن شاء الله تنعاد علينا أعوام عديدة يا رب بالصحة والعافية. وشكرا لهالاستضافة الجميلة وهالوجوه الحلوة. أستاذ إبراهيم طبعا عسيري، أنت غني عن التعريف، يعني ما راح نوفيك حقك بالوصف. أنت مدير مكتب الهيئة الدولية للمسرح بالسعودية والمنسق العام للدول العربية، أكيد لك العديد من الأعمال، ولكن اليوم لما بدنا نحكي عن المسرح السعودي كيف توصف لنا إياه وكيف يعني بتخبرنا عن ملامحه؟ والله بالنسبة للمسرح السعودي، يعني احنا كنا دائما نقولها انه المسرح السعودي هو الافضل عربيا من حيث الامكانيات. صحيح. من حيث الامكانيات اللي احنا كنا نتكلم عنها سابقا، يعني ما كان في امكانيات يعني داعمة للمسرح، كنا نحفر بالصخر لانشاء عمل مسرحي او انتاج حراك مسرحي. الفترة الاخيرة الحمد لله بدعم القيادة الرشيدة بدأ التطور كثير للحركة الثقافية بصفة عامة ومن ضمنها المسرحية. يمكن شفت في الفترة الأخيرة صار في مواسم، يمكن هم سواها مواسم مدن بس هي مواسم ثقافية تعتبر، سواء في الطائف سواء بالرياض بجدة بالسودة، شاملة يعني برامج ثقافية كثيرة من ضمنها الغناء، التشكيل، المسرح، القصة، الشعر. أيضا كان هناك يمكن سوق عكاظ من أقل من شهر تقريبا انتهى، وفي هالسنة كان فكرة جديدة إقامة سوق عكاظ، فكرة مشابهة للقرية العالمية في دبي. صحيح. يعني هي كانت كأول سنة هذه السنة اللي كانت عندهم بعد وجودها. نعم، كان في أيضا الإمارات مشاركة وأغلب الدول العربية كان لها أجنحة، وفكرة جميلة أنه يكون الدول العربية متواجدة في سوق عكاظ. يعني طبعا أستاذ إبراهيم حابة أرجع أعيد يعني التهاني وأقول لحضرتك كل عام وأنت بخير، وكل عام وأخواتنا في السعودية بألف صحة وخير وسلامة. حابة كمان أتكلم مع حضرتك في موضوع مهم كنا بنتكلم فيه وحضرتك بتشرفنا، هو عنصر التنظيم. قد إيه مهم التنظيم في المسرح والتناغم اللي بيتم ما بين الأمور الموجودة داخل المسرح والعناصر المختلفة، سواء الصوت، سواء مدير المسرح، سواء الإضاءة، سواء النص أو الحفلة أو المهرجان اللي بيقدم، عنصر التنظيم وأهميته في هذه العملية. طبعا العمل المسرحي ما يكون ناجح لا يكون كامل العناصر متوافقة، تبدأ من بداية الفكرة المسرحية أو كتابتها أو الاجتماع طاقم العمل المسرحي، ونهاية إلى تقديم العمل. طبعا تقديم العمل يعني ما يوفق إلا أيضا بكامل عناصر يوم العرض، سواء تنظيم، سواء عمل التقنيين الفنيين والإضاءة وصوت وإدارة مسرح. الحمد لله يعني احنا في عندنا طاقم كبير شبابي من السعودية، الحين جيل شاب مبدع ومتقن في كثير من الأمور سواء الإدارية أو التقنية، وهي شيء مفرح يعني نشوف الشاب السعودي في كل سواء الشاب أو الشابة في كل المجالات سواء الثقافية أو غير ثقافية، ونتمنى لهم التوفيق إن شاء الله بإذن الله. احنا فعلا لما بدنا نروح للمملكة العربية السعودية بدنا نشوف اليوم مهند يعني في اهتمام كبير بطاقات ومواهب الشباب وخاصة الشاب السعودي، صار في اهتمام حثيث والجدير بالذكر مشكورين على هاي الجهود، لكن قديش الاهتمام بهاي الطاقات أدى إلى تطور الحركة الثقافية والشارع الثقافي السعودي؟ اليوم صار صوت المسرح السعودي، صوت الأغنية السعودية، صوت المهرجانات السعودية يصدق في عالم الفن. اليوم إبراهيم أنت برأيك شو قدمت هاي المهرجانات، مثل ما ذكرت يعني قبل شوية مهرجان الجنادرية، المهرجانات المشابهة الثقافية، قديش دعمت الحراك الثقافي أو الشارع الثقافي؟ طبعا زي ما تعرف أنه هو مثلا ما يقال المسرح أبو الفنون. صحيح. إحنا كمثال إحنا كنا نشارك زمان في تونس مهرجانات مسرح الطفل، فكانت العائلة كاملة تحضر المسرح، سواء الطفل الصغير اللي يمكن لسه ما يستوعب أو يفهم شيء، إلى الأم، إلى الأخت، إلى الابن. فمع سنوات زياراتنا للمهرجان هذا
نتفاجئ الطفل الصغير صار هو يعني حريص اكثر من امه لحضور المسرح. صحيح. هذا الشيء بدنا نلمسه في السعوديه، انه بدا الحرص كثير من العوائل لحضور الانشطه المسرحيه بعد الانفتاح اللي حصل لحضور المرأة للرياضة وللمسارح وللمشاركة في الأنشطة الثقافية. شيء جميل أنه يتواجد الأسرة كاملة في العمل المسرحي. شيء جميل أنه تنتقل الثقافة المسرحية للكل. الآن كثير من الهيئات المسرحية في الوطن العربي تساهم في دعم النشاط المسرحي المدرسي. الهيئة العربية تقدم كثير من الدورات للتدريب الطلاب والمعلمين للحث على زيادة العمل المسرحي داخل المدارس. كان في السابق فيه عروض مسرحية لكن قليلة، وكان اللي يشرفوا عليها مثلا مدرسين اللغة العربية بس ما عنده فكرة كاملة عن أصل العمل المسرحي. صحيح. الآن بدأ تطوير كثير لهم، بدأ فيه حب كثير من الجيل الصغير للعمل المسرحي. أستاذ إبراهيم، يمكن هي تراتبية. نعم. انتهاء بالمدارس والأسرة، لكن تطلع وبتبدأ من عند وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية، واعتبارها للمسرح كمرآة للمجتمع لعكس قيم القيم الاجتماعية والقيم الثقافية، واعتبارها كمنصة لإرسال خلينا نقول رسائل للمجتمع، يمكن معالجة بعض القضايا، إحياء التراث والفلكلور. قد هذا الشيء يساعد على تمسك الشعب السعودي بعاداته وتقاليده وعزته وأصالته؟ احنا في السابق ايام المهرجان الجنادرية المسرحي كان كل سنة يعني يختاروا كفكرة مسرحية كم من التراث او من العادات والتقاليد في المدن، يعني يكون الفرق المسرحية اللي حابة تشارك تكون تنتج العمل على نفس الفكرة او على نفس الموضوع اللي يقترحه إدارة المهرجان. هي ساعدت كثير ايضا لايصال المسرح لكثير من الأسر والشباب وترغيبهم في المشاركة في نفس الفكرة وتحبيبهم بالعمل المسرحي بنفس الفكرة. نتمنى أيضا أنه يعني يرجع مهرجان الجنادرية المسرحي لوهجه السابق وحضور الفرق المسرحية إن شاء الله. أستاذ إبراهيم، أنا لاحظت شيء من مستوى الخدمات الموجودة عندكم في المسرح. أنا كان سنة تقريبا كنت حاضر حفلة في الرياض، ولاحظت ان الخدمات المميزة اللي عندهم، كان كل واحد يتميز في خدمة في اي بي، من مواقف، من كراسي كانت موجودة، من المطاعم اللي كانوا حاطينها. خبرنا أكثر عن التفاصيل، تفاصيل الخدمات اللي طبعا هي موضوع عمل تجاري وعمل ثقافي طبعا. أنه يكون فيه الاستثمار للعمل الثقافي ويكون منه إنتاج طبعا للبلد وللوزارات الداعمة لها. وكل ما كانت الشركة منظمة وقدمت الخدمات الميسرة للحضور، كل ما كان لها دور بارز في العمل المسرحي وعمل الثقافي القادم يكون لها الحظ الأوفر والنصيب الأوفر. فتتنافس الشركات المقدمة للعمل الثقافي لتقديم الشيء الأفضل، وهي شيء جميل. ويمكن لاحظت أنه كان يمكن 99% من المشاركين شباب سعوديين سواء في التنظيم او في الاعداد او بالزبط. وهي شيء مفرح يعني. ذكرت كمان استاذ ابراهيم نقطه اكثر من رائعه، وهي مشاركه العنصر النسائي في العمل المسرحي وتمكين المراه من العمل في المجال المسرحي شيء هام جدا. ولكن حابة أخذ رأي حضرتك برضو في موضوع آخر، هو ارتباط دايما الأعمال المسرحية بالجذور والأصول السعودية. دايما بنلجأ إلى الفخر والعز بالحضارة طبعا والتاريخ السعودي، شيء هام جدا في أنه هو يوصل رسالة إلى الجيل الجديد. حابة أخذ رأي حضرتك في الموضوع. طبعا اللي ماله ماضي ماله حاضر. صحيح. يعني كثير من كتابنا سواء المسرحيين او الكتاب القصة او الشعراء يحاولوا يعتمدوا على استرداد الموروث الشعبي او الموروث القديم لإعادة إحيائه. يمكن كثير من وسائل التواصل وهذا بدأت يعني تفقد الموروث الشعبي نكهته وحلاوته، لكن يعني بدأت يمكن حتى لو لاحظناها في المواسم الثقافية انه كان في عدد للفرق بعض الفنون الشعبية، يمكن برضه سوق عكاظ يعني كان يعيد الماضي والتراث القديم. يمكن شفتوا فيديوهات الأزياء واللي كانت من أيام القديمة.
وهي شيء جيد انه نحاول نرجع شويه من عاداتنا وتقاليدنا للشيء ايضا جيد. يمكن كنت تتكلمي اول على الاكلات الشعبيه، صحيح. فكان في سوق عكاظ ولا في الجنادريه اكلات شعبيه يمكن احنا في او الاجيال الموجوده الحين ما يعرفوها، صحيح. يعني ممكن كنت تقول الحنيد ولا يعني بعض الشباب ما يعرف، حدو همبرجر حدو بروستو، صحيح. فتجي الاكلات الشعبيه القديمه ما يعرفوها، ولا يعني حتى يمكن الوالدة في البيت أو الوالد بطلوا يعني يسووها على أساس إنه ما يستصيغوها باقي العائلة، يمكن الأشياء الجاهزة. بس كمان العمل النهائي ومشاركة الشباب في إنتاج هذا العمل كمان بخلي الشباب أمجد تترك بصمة معينة إلها، يمكن بصمة معاصرة أكثر، الاستفادة من خبرات الشباب والجيل الصاعد، يمكن عندهم أفكار شوي خارجة عن الصندوق. إحنا بالقدم عتدنا على شيء معين، إلا إنه أفكار الشباب اليوم وأفكارهم الإبداعية والخلاقة قادرة أنها تترك بصمة شبابية مميزة بالمسرح السعودي. أحكي لنا أكيد طبعاً. أنت لو لاحظنا العروض المسرحية الأخيرة يعني كانت مختلفة كلياً عما كنا نقدم على السنوات الماضية، يعني دخلت التكنولوجيا بصورة كبيرة. يعني احنا اول مثلا كاول ما بدينا بالمسرح كنا نشتغل على السويتشات يدوي، يعني ايوه الاضاءه يدوي، يعني تعال سكر هنا، يعني تجي فن الاضاءه رايح جاي يتنقل ما بين داخل الكواليس. الان بدات اختلفت الاجهزه وتطورت، الشباب اللي يشتغل مسرح الان فكره كثير، يعني يمكن دخلوا التكنولوجيا كثير، الصوت الفيديو الداتا شو ما كنا نستخدمها سابقا، يعني كلها بفضل التطور بفضل ابداعات الشباب. صحيح استاذ ابراهيم، نورتنا وشرفتنا النهارده، وكل عام وحدك بخير، وكل عام واخواتنا في السعوديه بالف صحه وسلامه، ومناسبه العيد الوطني حضرتك لينا عندك عزومه بقى اكل. اول شيء نستني القهوه، ما جات لنا اول شيء نستني الصبح، يلا طيب بنطلع بريك نشرب قهوه بنرجع تاني ان شاء الله خير. شكرا لكم.